بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بالسيد الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، كما أرحب بالسادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة العامة، زملائي في المجلس كل باسمه حتى لا يصيبني سهوا أو عدم ذكر أي أحد. ثانيا أرحب بالسادة الزملاء المرشحين عن محاكم الاستئناف المختلفة، أيضا كل باسمه حتى لا يصيبني سهوا أو أي. أولا أرحب معالي السيد النقيب الأستاذ سامح عاشور، أهلا بك في بلدك الثاني أو بلدك الإسكندرية. وحتى لا أطيل، أنا لن أكرر ما قاله الزملاء السابقين، ولكن أقول لمعاليكم سر على بركة الله، ونحن معك وخلفك ومعك بإذن الله، وأبايعك نقيبا لمحامين مصر الدورة القادمة إن شاء الله.